مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الرز بحليب بدون نشا. عنا 5 اكواب حليب، كوب رز غسلتهم وصفيتهم للرزات، نص كوب سكر، عيرت الحليب والرز بهيدا الكوب اللي عيرت فيه السكر، وكمان عندي نص كوب مزهر يعني حوالي 5 معالق طعام مزهر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الرز فوق الحليب وبحركن على الغاز. هذا الرز اللي عم بستعمله رز بسمتي، ما ضروري يكون رز حب صغيرة. حرك تحريك مستمر ليغلي عند الخليط. بلش الحليب يغلي شي خفيف، هلا بدنا نحط السكر. بسم الله، كمان المزهر بحركن مع بعض، بحركن تحريك خفيف وبتركن يغلو على مهل، وكل شوي بحركن ليستوي منيح عند الرز. هلأ بتركن يغلو كل شي دقيقتين، بحركن ليستوي الرز عنا. بس طلع الرز بهيدا الشكل عالواج، هلأ استوى عنا الرز بحليب، رح نحطهن بكاسات. منطفي الغاز. بعد ما حطيت السكر والمزهر فوق الرز والحليب غلوا معنا 8 دقايق بس، غليتهم 8 دقايق وصاروا جاهزين. هلا بحطهم بالكاسات، برجع بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وكمان برجع بحطهم بالبراد. هولي الرز بحليب بعد ما حطيتهم بالبراد وبردوا منيح. هلا عندي هوني فستق حلبي وكمان كرز مجفف للزينة. بحط فستق حلبي شي خفيف بهيدا الشكل، كمان بحط كرز مجفف، زيني اكيد حسب ما انتو بتحبوا. انا رح زين بهيدي الطريقة. هولي الرز بحليب بعد ما زيناهن، حبيت اترك هولي زي ما هني وزينت هولي. بتمنى التعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.